هكذا أراد مجمع تحكوت مشاركة فرحة عيد الفطر المبارك مع الأشخاص المسنين بدار العجزة ببوخلفة، الذي شهد أجواء حميمية مميزة أدخلت الفرحة لقلوب المسنين. أقلاذة جاي مورتاك وين كربيستر أقلاذة جاي إن شاء الله وين كربيستر إن شاء الله أنت أواجه مقلاذة جاي إن شاء الله وين كربيستر إن شاء الله يبارك ربي وصحة لايد نسن سوم قران سوم شطوح دفك ربي شفاي موضان إن شاء الله إن شاء الله وإني مغفن إن شاء الله سيكس ربي مغفنت صحة لايد وانا وني بارك ربي صحة لايد وانا صحة لايد وانا كمل الجزائر إن شاء الله تلاي وناك مهلم سنفكا بيني الهان وسنفكا بيض حنطن أسن في كابل الخير دي دولة ويلخا أطلع صحة أسن في كابل الله يحفظكم ويبعد عليكم المصايب ويجزاكم بالصحة والعيش الله يسترهم ويكسر خيرهم والله يجازيهم خير ويعطيهم الصحة فرح ما يشون فرح أنا غادي فرح رب العالمين فرح من جديد خيرا إن شاء الله شمع الخيق ويكسر ربي الخيق ان شاء الله فرح بيه شون فرح بيه شنا فرح بيه شون خير الله خير الله خير الله نصدر ذاكيش كان مجمع تحكوت عطيه الصحه بارك الله فيه وهذا قام غاب من شيوخه وعجايز والحمد لله ان شاء الله العباد كيما هذا مبادرة خيرية مستحسنة لمجمع تحكوت صنعت لحظات من الفرح والمرح وتبادل الأحاديث الشيقة ختمت بتوزيع كسوة العيد على المسنين.